السلام عليكم البنات كنتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله جيت نقدم معكم تشيز كيك ديال اوريو <تصفيق> <تصفيق> كما كتشوفوا عندي هنايا 24 وعشرين قطعه ديال اوريو عندي هنايا 470 ديال الكريمه السائله غادي نستعمل 400 وداك التباقي غادي نزوق به عندي هنا شي تقريبا شي خمسه المعالق هكذا ديال سنيده وعندي خمسة المعالق ديال الزبدة الفاني وعندي هنايا 400 غرام ديال ديال الجبن ديال خديت انا فيلا ديال صافي هادو هما المقادير وهذا هو المول ديالنا فاش غادي نديرو تشيز كيك ديالنا أه غادي نبداو ان شاء الله غادي ناخذ هنايا هاد اوريو غادي نحيد لي هذاك الكريمه ديالو اللي كتكون لداخل نحيدها ليه بحال هكا وكيجي كيجي رائع كما كي دائما كيجي رائع وما فيش الجيلاتين وما فيش المقادير بزاف كما شفتوا يعني ما فيش ماشي شي مقادير وكيجي زوين أه، المهم غادي نكمل هاد الاوريو ديالي كامل هكا غادي نحيد ليه أه، هذاك كما قلت لكم هذيك الكريمه ديالو أه، وغادي نستعملوها حتى هي من بعد كما غادي تشوفوا ان شاء الله أه صافي غادي نستمر هكا حتى نكمل كل شيء صافي انا كملت القطع ديال الاوريو كاملين حيت لهم الكريمه ديالهم نخليها هكذا على جنب وغادي ناخذ هذاك الكوكيز ديال هذا ديال اوريو يعني كيما كما كتشوفوا غادي درتو انا هنايا في بلاستيكه وغادي هكدا غادي نهرمشو شويه بيدي كما كتشوفو صافي غادي نهرمشو هكذا بيدي وغادي نجيب غتجيب الدلاك هكذا وغادي نحاول ن... يعني تي مزيان اللي بغى يستعمل هكذا الطحانه يطحنوا يستعمل يعني ما يستعملش الطريقه اللي درت انا صافي غادي نبقى نضرب عليه هكا انا ما يجي يعني يجي بزاف هكا مطحون يبقى فيه هكذا شوية يبقى فيه الحبيبة هكذا شوية غلاط صافي غادي نستمر هكذا كما كتشوفوا بحال هكا حنا كنضغطوا عليه مزيان صافي هو ها هو البسكويت ديالي كما كتشوفوا ها هو تستحل آه شوف كي كيرجع آه هنا غادي نخلي نتفلس البلاستيكة وغادي نزيد عليه هذيك الزبدة هنا كما قلت لكم غادي نديرو هذيك الزبدة كاملة صافي وغادي ن... غادي نبداو هكدا نجمعو فيه بهاد الطريقة هادي بحال هكا بحال هكا كن# حتى كدخل هاديك الزبدة في هداك البسكوي صافي بحال هكا أو غادي نديروها هنايا غادي نخيو هداك البسكوي ديالنا في في المول ديالنا صافي دابا غادي نحاولوا نسرحوه وغادي ناخذ يعني اي حاجه تكون هكذا مسطحه باش غادي نحاولوا نضغطوا عليه باش يشد مع بعضياته بحال هكا ويتسرح مزيان يعني في في المول ديالنا تجي طبقه مقاده صافي كنضغطوا عليه بحال هكا حتى كيتشد كي راسو بحال هكا صافي انا هنايا تقريبا هنا صايبت انا صايبتو كما كتشوفوا بحال هكا صافي دابا غادي نخليوه على جنب وندوزوا باش نصيبو الحشوه ديالنا انا هنايا خديت هاديك 400 غرام ديال الجبن فيلادلفيا دي وغادي نطربوها هكا شويه طربوها تتطلق لنا متبقاش مجموعه غادي نزيد عليها هذاك السكر سنيده هنايا يعني انا درت خمسه المعالق تقدروا تنقصوا على حساب على حساب البسكوي ديالنا كيكون حلو يعني نقصو الا بغيتو تنقصو صافي انا, شو كمشته. وغادي كل شي. أنا هنا درت شويه ديال الفاني كما شفتو وغادي نعاودو كل كلشي انا هنايا خديت هذيك الكريمه ديالي 400 مليلتر كما قلت لكم صافي غادي نطربوها هكذا شويه حتى حتى توقف لنا هكذا تشد راسها وغادي نزيدو عليها هنايا هذاك الكريمه ديال اوريو اللي كنا زولنا في الاول غادي نزيدوها على على الكريم ديالنا صافي غادي نحاولوها كده ندخلوها معها نخلطوها مع هاد الكريمة هذه ندخلوها فيها مزيان بحال هكا بحال هكا تندمجو مزيان بجوج وهنايا غادي نزيدو هذيك الكريمه على الجبن ديالنا صافي وغادي نعاودو هكذا نخلطوهم بجوج نضربوهم شويه بالطرب بجوج باش باش يندمجوا مع بعضياتهم مزيان هكا صافي وهكا كتكون وجدتنا الكريمه ديالنا اللي غادي نديرو هذا اختيار اللي بغى يزيد يزيدو انا خديت هنايا واحد هكذا شي حبات ديال اوريو وفرتتهم كذا فيه في الكريمه ديالنا الداخل اللي بغى يديرها يديرها اللي ما بغاش بلاش هي إيه كتجي صراحه زوينه صافي غنستمر بحال هكا وغادي نخلط كل شيء صافي الكريمة ديالنا دابا كما قلت لكم وجدات دابا غادي ن... غادي نجيبوا المول ديالنا اللي درنا فيه هداك البسكويت اللي طحنا ديال اوريو وغادي نزيدوا عليه الكريمه هكا من الفوق ونحاولوا نسرحوها مزيان على هكا صافي هنايا غنسرحوها كما قلت لكم مزيان ونحاولوا نقادوا الوجه ديالها مزيان نبداو نسرحوها بحال هكا يعني الصراحه هاد التشيز كيك ديال اوريو كيجي رائع كيجي غزال كيجي زوين أه كنتمنى ان شاء الله تجربوه وكيما شفتوا يعني ما المقادير ما فيهش المقادير بزاف يعني كل شيء كيكون متوفر صافي بالنسبه للبسكوي انا فاش درتو في في المول ديالي فانا غطيت غطيته, غطيته ودرتو هكذا في الثلاجه حتى راسو شويه أه صافي أه كما كتشوفوني درت لاطا شويه هكا باش ما كيبقاش داك الهواء الداخل وكيتقاد مزيان هاكا أه صافي أه انا سرحتها انا غادي ندخل للثلاجه انا هنايا خليتها مده ليله كامله في في الفريغو كنت دايره في الفريغو ها هي راسها صافي دابا غادي نحاول ندوز الموس غير شويه كم من هي راه كتخرج دغيا يعني ما, ما تلقاوش مشكله صافي ندوز غير شويه كدا الموس من الجناب واستعملوا هذا المول هذا اللي كيتحل يعني ماشي اي مول آه صافي هكا غادي نحلو وغادي نحيدوه صافي كما كتشوفوا آه ها صافي هنايا غادي نزوقوها آه انا خديت هنا ديك الكريمه اللي كانت بقاتليه ليا درت طربتها ودرتها هكذا في البوش ديالي وغادي ندير هكذا وريضات ولكم الاختيار في الزين يعني زينوها كيف ما بغيتو أه، كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم وتجربوها ودائما كما كنقول لكم ما تنساوليش لي لايك والتعاليق الزوينه ديالكم اللي دائما كتشجعني أه، وكت كتشجعني كما قلت لكم انا اللي نزيد نقدم لكم الوصفات اللي دائما كتكون سهله وما كتكونش فيها هكذا المقادير بزاف وكتكون في المتناول صافي بحال هكا كيما شتو درت هكذا في الجناب بحال هكا وغادي ناخذ اوريو آه قسمته هكا على جوج وغادي نحطو هكذا يعني تزيين بسيط وكيجي زوين كيما تقدروا تأخدو اوريو ولا هذيك الكميه اللي اللي في الاول ديال اوريو آه يعني تزيدوا عليها شويه وتخليوا واحد شويه من هذاك الخليط وديروا هذاك الخليط ديال اوريو اللي طحنا في الاول آه صافي وتزينوا هكذا ديروه من الفوق من يعني من الوجه ديال التشيز كيك ديالنا آه تاوكي هو كيجي زوين مهم كما قلت لكم لكم الاختيار كما بغيتو تزينو التشيز كيك ديالكم زينوها وهذا هو تشيز كيك ديالنا كما كتشوفوا كيجي غزال 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 وبصحه وراحه وكتمنى ان شاء الله تجربوه والى اللقاء